وقفة وطنية جماهيرية في كورنيش طرطوس رفضا وتنديدا للعقوبات الأمريكية والإجراءات القسرية المفروضة على سوريا. هنا على منطقة الكورنيش البحري في محافظة طرطوس، ومنذ ساعات الصباح الأولى آلاف المواطنين شيبا وشبابا اجتمعوا في وقفة وطنية ليؤكدوا تمسكهم بالثوابت الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. جئنا لكي نقول أننا كما انتصرنا خلال السنوات العشر على الإرهاب سننتصر على الحصار والعقوبات. هذه المسيرة التي خرجت لتعلن للسيد الرئيس بشار الأسد أننا معك، سنتحمل الآلام، سنتحمل الجوع، سنتحمل المرارة في سبيل أن تبقى سوريا صامدة قوية عزيزة. المسيرة هي مسيرة سورية بامتياز، هي سورية الأوفياء الشرفاء الذين خرجوا ليقولوا نحن ضد كل حصار، نحن ضد تجويع الشعب السوري. المشاركون أكدوا أن الشعب السوري قادر على تحمل الصعاب وتجاوز العقوبات بالعمل والإنتاج. لن يرهبنا إرهابهم، لن يرهبنا ولن يسنينا عن العزيمة وعن صمود. سوريا يا من اتخذت من العشب اليابس فراشا والضباب غطاء فعطر أريجه الكون بأجمعه فتنهد العالم من نشوة العبق الطيب. جاي نأكد الولاء المطلق للسيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة كل الضغوط ورفض الحصار ورفض جميع التدخلات الأجنبية في قرار سوريا. نحن اليوم نزلنا على الشارع لحتى نثبت للعالم كله أنه لا قانون قيصر ولا غير قانون قيصر، بسنين عن إرادة الشعب السوري القوي يلي ناضل 9 سنوات قادر لسه يناضل أكثر وأكثر. جاي نأدي ونقول للعالم كله أنه نحن مع السيد الرئيس قلبا وقالبا ضد الحصار ضد كل العقوبات، ونحن نزفنا الدم كرمال الوطن وتراب الوطن وعيون الوطن والشعب السوري. وقفة وطنية هي رسالة لأمريكا وحلفائها بأن الشعب السوري لن يستكين وسيواصل صموده حتى تحقيق النصر بسواعد أبطال الجيش العربي السوري وحكمة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. من طرطوس لأخبار السورية هبة محمد.